السلام عليكم ورحمة الله. وجبة السحور وجبة مهمة جدا، ما تقلش أهميتها عن وجبة الفطار. وصانا بيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. فوجبة السحور بتنشط الجهاز الهضمي وبتحافظ على مستوى السكر في الدم في فترة الصيام. دي كمان بتمنع الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء الصيام. عملتلكوا وجبة جميلة جدا مليانة فيتامينات وبروتينات، هناكلها سخنة. ازاي؟ بعد صلاة التراويح لما نرجع هنجهزها في التلاجة وهنحطها، وقبل ما نيجي نتسحر بربع ساعة بس هنشغل الفرن وهنحطها ونطلعها ناكلها سخنة. كل اللي هنجهزه من بالليل، هنجهز 3 بيضات ونص كوباية من الشوفان وأي طماطم وفلفل ألوان، زيتون، جبنة مثلثات أو جبنة بيضة، أي حاجة عندك. وهجيب هنا مج، نصيب طبعا كل فرد مج او اي حاجة كده بتخش الفرن. ده عندي هنا بيخش الفرن، يدوب بس كده هدهنه بالزيت. واجيب ال3 بيضات، يعني 3 بيضات مناسب جدا على مجين، وشوية طماطم وفلفل الوان. طبعا دي كلها عناصر مفيدة جدا لينا اللي احنا ندخلها جسمنا وقت السحور. وحتة جبنة كده، ومش هنحط عليها غير ملح وفلفل بس، عشان التوبنج بتاعنا حاجة لذيذة جدا ومفيدة جدا جدا جدا، وتعمل طعم مختلف في الوصفة دي. التوبنج بتاعنا هنا هحط سمسم، ودي اختراع طعمها حلو جدا جدا. قد كده السمسم مغذي، قد كده انا دايما بوصيكم بالسمسم لفوائده الجميلة. وبس كده، قبل ما نيجي نتسحر هنحط المج دوت في الفرن ربع ساعة بس، ويطلع سخن جميل وشهي نقدر ناكله ونتبسط. هنفضل شبعانين طول اليوم ومن غير ما نتخن، هناكل المج ده بالمعلقة. وبألف هنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. استنوني بفيديو جديد اقول لكم هنفطر ايه اول يوم رمضان. فطور تحفة.